وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم إلى كييف في زيارة مفاجئة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقبيل زيارته المرتقبة إلى بولندا هذا الأسبوع، يزور بايدن كييف في أول زيارة له إلى البلاد منذ بدء الصراع العسكري بين موسكو وكييف. ولم تعلن الزيارة لأسباب أمنية، ولا يزال من غير الواضح معرفة وسيلة الانتقال التي استخدمها الرئيس الأمريكي. هذا وأشاد الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي بالزيارة، معتبرا أنها علامة دعم مهمة للغاية قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى لهذه العملية العسكرية.